أستأذنك في مداخلة هاتفية معنا صاحب فضيلة الشيخ سليمان العتيبي وهو المشرف على حملة كلها غالية. صاحب فضيلة السلام عليكم. شيخ سليمان معنا؟ معكم. أهلا. يا أهلا وسهلا شيخ سليمان العتيبي، أنتم المشرف على حملة كلها غالية التابعة لمكتب الدعوة بالروضة، فلو تعطينا إلماحا عن هذه الحملة التي قام بها المكتب وعن ثمراتها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. مرحبا بك أستاذ ناصر، ومرحبا بفضيلة الشيخ عبد الرحمن الباهلي. سعداء معكم، ونرحب أيضا بالأخوة المشاهدين والمشاهدة لقناة المجد المباركة. الله يبارك. هذه الحملة عبارة عن حملة توعوية بعنوان كلها غالية. نعم. تهدف لتحصين مجتمعنا وشبابنا وفتياتنا من الفكر الضال عبر عدة محاور ومجالات يستخدم فيها جميع الوسائل المتاحة تقنيا وغيرها. انطلقت هذه الحملة في العام المنصرم من شهر صفر، وانتهت في شهر رجب. وشعارنا في هذه الحملة: ديننا غالي، وبلادنا غالية، وأمننا غالي، وأرواحنا غالية، وحدتنا غالية، فلا نخسرها، كلها غالية. ولكل الناس وطن يعيشون فيه، إلا نحن فلنا وطن يعيش فينا. جميل. مبررات هذه الحملة أستاذ ناصر كانت عن بيان خطورة الفكر الضال والحاجة الماسة لنتصدى له. نعم. الحاجة لتكاتف الجهود من جميع مؤسسات وفئات المجتمع، الحاجة للتنويع في الطرح بأساليب متنوعة، حاجة الشباب لطرح أكثر قربا لطريقة تفكيرهم. نعم. وكان هناك هدف عام، ألا وهو الإسهام في تحصين المجتمع من الفكر الضال، وكان هناك أهداف فرعية أخرى عبر مجموعة من المشاريع، ومنها تنفيذ سلسلة محاضرات وكلمات توعوية تستهدف قرابة 10,000 شخص. جميل. أيضا إعداد ونشر مقطع درامي هادف تقريبا كان يستهدف 1,000,000 شخص مشاهد، ولله الحمد. الحمد. أيضا هناك إعداد ونشر ما لا يقل عن 40 تصميم توعوي، وكان يستهدف قرابة 500,000 مستفيد. أيضا انطلاق مسابقة في مجال الإنتاج الفيديو، وكان يستهدف تقريبا 100,000 شاب وفتاة. جميل. بالإضافة إلى إطلاق مسابقة في مجال التصاميم التوعوية، وكانت تستهدف قرابة 100,000 شاب وفتاة. وأيضا أذكر من المشاريع التي انطلقت مع هذه الحملة المباركة إطلاق مسابقة عامة إلكترونية للمجتمع، وكانت تستهدف أيضا قرابة 500,000 شخص، بالإضافة إلى إعداد معرض متنقل ينفذ في المدارس والمجمعات التجارية، وكان المستهدف قرابة 100,000 شخص، ولله الحمد. جميل. إضافة إلى تنفيذ ملتقى متكامل عن الحملة، وكان يستهدف قرابة 20,000 شخص، ولله الحمد والمنة. نعم، أسأل الله أن يبارك في هذه الجهود. شيخ سليمان، دعني فقط أسألك أخيرا، يعني مثل هذه الحملات وهذا النجاح، يعني لما تتكلم عن هذه المشاهدات وعن هذه الفئة المستهدفة، أكثر من 10,000 المقاطع يشاهدها أكثر من 1,000,000، هل لكم نية أن تعاد مثل هذه الحملات مرة أخرى ترسيخا في نفوس الشباب والشابات؟ بإذن الله، بإذن الله سيكون هناك إعادة وتطوير واستهداف أكبر شريحة ممكنة لتثبت حبنا لهذا الوطن المبارك وتلاحم الشعب مع القيادة. الله يبارك في جهودكم الشيخ سليمان العتيبي، أنتم المشرف على حملة كلها غالية. شكرا جزيلا لك، نسأل الله عز وجل.